تعبانه ونفسي انام بشكل. انا بقى يا حبيبتي تعبانه وهلكانه ولكني جعانه. طب حضريلي والنبي حاجه اكلها معايا. حاضر، لو اني عصافير بطني مش هزق. الو، مين؟ سليمان عزمي. اهلا يا سليمان. اهلا بيك، ازيك؟ انما ايه الغيبه الطويله دي؟ من ساعه ما شفنا بعضنا وانا كل يوم اضرب لك 50 تليفون ان حد يرد ابدا، لدرجه افتكرتك ان اديتيني نمره غلط. ثانيه واحده. ايوه يا سيدي. المدير جاي على مكتبه. اتصرف معاه، خده، هاته سندوتش، اي حاجه، اتصرف معاه. اشغله يا اخي على بال ما اسيب المكتب، اتصرف. ايوه يا روحي، بقى كنت مسافره. سافرتي فين بقى المره دي؟ روما، لندن. تعرفي ان شغلتك دي لذيذه جدا، كان نفسي اشتغل مضيف جوي، لكن شغلتي والله لو تعرفي طول النهار انضو اختام وعرق. اتهريت. امضي امضي ولا جوه زي ابو الهول. عمري ما اتحركت من هنا. يا خساره، ليه عمرك ما شاركت في رحله من رحلات السياحه؟ يا سيدي لو حبيت انا اعمل لك كل التسهيلات اللازم. احب قوي ونفسي، بس الست بتاعتي اعمل فيها ايه؟ ليه، هو انت متجوز؟ اعوذ بالله، هو انا بتاع الكلام ده؟ مش انت بتقول الست بتاعتك؟ الست بتاعتي تبقى والدتي. على فكره جبت لها الدواء اللي قلت لك عليه. ميرسي، ميرسي قوي يا مديح. طب ممكن لو فيها قله ذوق تفوتي عليا تدهوني، وبعدين لما تجيني ننزل نقعد في اي حته تعجبك. مفيش مانع، ممكن تديني العنوان؟ طب دقيقه واحده خليك معاك. سيمين، استنى. قول يا سيدي. تا اوكي، الساعة 8. تا باي باي. افتكرتك هتقولي له يجي هنا ياخد الدواء. ما تخافيش يا اختي، عارفاكي حنبلية. انا يا ستي حنبلية حنبلية بس عيش. وانا فين اكليه؟ اكلك؟ انت قد الكلمة دي؟ ها؟ انت قد الكلمة دي؟ طب Wages of wines, what's the name? طازة كولونيا، طازة. أول ما تدخل روح غامس كده. إيه ده، قفلت ليه؟ قفلت ليه؟ أخرب عقل الدكتور قال لي ما بتقفلش. مفتاحها إزاي؟ ما بتقفلش. الشياكه دي كلها، قوليلي انت باين عليكي ناوي على سهره. والله ما انا عارفه، بس لو اتاخرت عليكي ما تبقيش تقلقي. اخصى عليكي يا مديحه، انت عارفه كويس قوي قوي لما بقعد في الشقه لوحدي بخاف. يا ستي ما انا قلت لك تعالي معايا، انت اللي مش راضيه. عايزاني اروح عند واحد ما اعرفوش. ده انسان مهذب ودمه خفيف جدا. وعرفتيه فين؟ عند دكتور السنان، الدكتور محي، ما انت عارفاه. ليه؟ وعايز منك ايه بقى الانسان المهذب قوي 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 ابو دم خفيف؟ يعني هيعوز مني ايه غير الدواء بتاع مامته؟ وبعدين وبعدين هيقولي خدي فلوس الدواء
هرفض طبعا. وبعدين؟ هيضطر يكسف ويعزمني على العشاء. بعدين؟ هقبل فورا. امال يعني عايزاني كل يوم اكل اكل النواشف بتاعك المقرر عليا ده؟ ليه يا شيخ؟ بقى هو يقصد كده. طب هو يقدر يقصد اكتر من كده يا مجنونه؟ يا مديحه انت اللي ما يعرفكيش، يفهمك غلط. وانا كمان ما احبش اللي يفهمني غلط. بس الناس ملهاش غير الظهر، علشان كده رايهم عندي مش مهم. تسمحي بقى تسيبي البتاع ده اللي في ايدك وتقومي تعملي لي شاي لحسن اتاخرت. وانت بشويش يا بت. ايه الجمال ده؟ ايه الطعامه دي؟ وايه الحلاوه دي؟ ميرسي. الله، شقتك تجنن يا سليمان. ميرسي قوي، ده بس من ذوقك. تحبي تتفضلي هنا ولا تستريحي في الفرندا؟ لا معلش، اصل انا مش هقعد كتير. امال مامتك فين؟ ماما مين؟ مامتك. ماما الاولاد والمدرسه والجزر التسديسي. هي مدرسه؟ يعني مدرسة في المدرسة التدريسية لهيئة الإدراس في الدراسة. على إذنك دقيقة واحدة. اتفضل. وان أور. اما شقتك تجنن. اتفضلي. الشقة صاحب الشقة. بالحق جبت لك الدواء بتاع مامتك احسن انساه. شكرا. يا سلام، ايه ده كله؟ طب مش كنت تقولي وانا اجي اوضب معاك؟ لا ده انا عاجبك قوي. لازم بقى مامتك معودك تعمل كل حاجة لوحدك. اصلها مريضة على المعاش. ويا ترى هي تعباك؟ جدا. يا حرام. قلت ايه؟ يا حرام؟ قمر قشطه، مفيش في الدنيا حد يقولي حرام كده. والله انا هسمي نفسي حرام. انا من النهارده سليمان يا حرام. قوليلي قوليلي حرمت عليك عيشتك. دقيقه واحده. تحبي طيب ولا صودا؟ لا ميرسي، ما بشربوش. مديحه، انت زعلت مني ولا ايه؟ تلاقيك انت اللي تعب مامتك مش هي اللي تعباك. ابدا ورحمه امي. وكمان كذاب، يعني مامتك ميتة وتقولي انها عايشة يا كذاب. تلاقيك طبعا متجوز وعندك 10 عيال كمان. اعذريني يا مديحة، حبيتك. تسمح بقى اروح. صدقيني حبيتك، انا من ساعة ما شفتك هنا اتجننت. يا سلام، انخبلت يا مديحة. والله الناس بتحب من اول نظرة. ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه اللي بتهببه ده؟ حرام، حبيتك من اول بصة. انا من ساعة ما شفتك وحصل لي انطواء مهموزي في كياني. يا سلام مديحة، افهمين يا اخي. وعن كده اسم الله عليك، اسم الله عليك يا روح. ان شاء الله عدوينك. اقلع اقلع روح الدنيا. ايه الله، خرابة عمارة مش جازمة تجنن. حياة قلبي. طفيت النور ليه دلوقتي؟ الدنيا حر ولا ازاي ده؟ مديحة انا ارمل، ارمل وحياة مراتي ارمل. وحبيتك، شوف حب الارامل شكله ايه. يا سلام، عندك الحب بالسهولة دي وبالسرعة دي كمان. انا في عصر السرعة. بوين بوين بوين. مديحة اديني قطة. سليمان انت جرالك حاجة؟ انت فاكرني ايه؟ مديح اعذريني، انا قليل الادب، انا تافه ارمل وغلط. ياه حالتك صعبة قوي. ممكن حضرتك تقولي انت عايز مني ايه بالظبط؟ مفيش وقت دلوقتي. بقولك ما تيجي الاوضة اللي جوه افرجك على مجوهرات بابا اللي جابها لماما في عيد ميلاد بابا. يا سلام على خفة دمك يا اخي، روحك الخفيف. مديح بحبك، بحبك مديح. جزمة بمنور تجنن. انت مش سامع الجرس؟ قوم افتح. سامع بس مستعبط. طب قوم افتح بقى يا اخي، قوم افتح. حاضر. مين؟ مين؟ ادخل. حسن ما تدخلش. ايه اللي جابك دلوقتي يا اخي؟
نعم قصدي انزل دلوقتي وتعالى كمان ساعة. لا يا حبيبي انا شرط عليك قبل ما انزل. بص شوف ساعتك كام. الساعتين بتوعك خلاص خلصوا. يلا استنى عندك ارجوك يا ابو علي. نعم اديني مدة تانية مدة تانية لا مؤاخذة. الجو جوه متنيل خالص. طب قول لي بس حبيبي محتاس في ايه يمكن اقدر اساعدك. اصل دمي محبوس جوه قوي قوي. ليه؟ مش وقت كلام دلوقتي يا اخي. خد لك لفه بالعربيه وتعالى. على مهلك. الحمد لله ده بتاع الزباله عايز المكوى. دمك خفيف بشكل. حقك عليا مديحه والله العظيم ما اقصد. طب ممكن انزل بقى من هنا؟ هتمشي روح قلبي كل حاجه. بس ايه ده؟ انا عايز اقول لحضرتك حاجه. سلامتها ام حسن. مديحة حسن. ازيك يا مديحة؟ الحمد لله. وازاي الاسكندرية؟ الحمد لله كويسين. اتفضلي. لازم امشي دلوقتي حالا. مش معقول تبقي في بيتي وتنزلي بيتك؟ ايوه انا برضو بقول كده. مش معقول تكون دي شقتك. اشمعنى؟ علشان كل حاجة فيها بتدل على الذوق. الله زمان الله زمان يا مديحة. وحشتينا وحشتينا قوي. اتفضلي اتفضلي. ياسين بقول ايه؟ اذا سمحت والنبي خد القرش ده هات لي علبة سجاير سوبر من اسكندرية وخلي الباقي عشان. حاضر. بتزحلقني يا حسن؟ سجاير من اسكندريه؟ والله لا جايبها لك من اسيوط. جايلك يا مديحه. اولا تحبي تشربي ايه؟ ميرسي يا حسن مش هقدر. اما الدنيا دي صغيره بشكل. عشر سنين عشر سنين ما شفتكيش يا مديحه. فاتوا كانهم امبارح. ميرسي. لازم تشربي حاجة. ثانية واحدة. ما قلتليش. ايه أخبارك؟ يعني اشربي ده. ما تخافيش ده نعناع هيهدي أعصابك. وازاي بابا؟ معرفش. ما بتروحيش اسكندريه؟ قليل قوي. امال عايشه مع مين هنا في القاهره؟ مع واحده صاحبتي. مديحه انت بتشتغلي؟ حسن ممكن نمشي بقى من هنا؟ او تحت امرك. تحب نروح فين؟ نروح اي حته تعجبك بس نمشي بقى من هنا. طب وايه اللي كان جابك هنا من الاول؟ كنت جاية أجيب دوا لمامته. مامته؟ مامته. أنت تعرفي سليمان من إمتى؟ كنت بشوفه عند دكتور السنان. حسن ممكن من فضلك نمشي بقى من هنا. لو تحت أمرك. اتفضلي. حسن حسن ظالم. حسن حسن فك المسر دي يا واحد. تعالى هنا. مفيش ذوق مفيش دم مفيش احساس. ايه عايز ايه يا سليمان؟ مش وقت. انا مستعجل. انزل شويه يا اخي اتفسح. روح السيما. شفت فيلم هوينا بتاع طرقنا محمد طرقنا؟ هشوفه. حاضر. تعالى هنا سليمان. النمره المره دي طلعت غلط. مديحه دي ما تحاولش ابدا. سيادتك واخدها وراح فين؟ والله انا حر انا عازب. انت اللي متجوز مالكش دعوه. بوس ايدك. متجوز متجوز زلني. طبعا اذنك احنا نازلين. تعالى هنا. نعم انا مش نازل. خلاص شقتي تحت امرك خليك قاعد فيها.
انا هفسح مديحه كده لفتين بعربيتك ونرجع تكون انت طلعت 2 كيلو كبده اللي موجودين في الفريزر تحمرهم وتحط بصل وتوم وحاجات عشان قطع الواحد هيرجع هيكون جعان. حمر له بصل وحمر له الثلاجه ويتفسح عن شغال محمراتي. انا جاي معاه. تصبح على خير يا سلوك. كان نفسنا تسهر معانا قوي يا استاذ سليمان. متشكر قوي. خد بالك من العربيه، اصلها عربيتي لسه ما خلصتش قصتها، فاهم يا سيدي؟ العربيه واللي جوه العربيه في عينيا الاثنين. ما تنساش تبقى تسلمني على الست بتاعتك، قصدي مامتك اللي على المعاش. نزلوني. باي. سين أس 8 هتساوي الجذر التكعيبي للام سين، فإذا فرضنا إن سين تساوي 2 يبقى لازم نعرف الطريقة اللي تساوي قيمة سين. شوفوا يا بنات، يبقى هنا نضرب سين تربيع في صاد أس 8 وبعدين نطلع ده في الجذر التكعيبي. فاهمين ولا نقول كمان؟ فاهمين يا أب. طب خدوا بالكم كويس ونعوض ده في المرة التانية. صحصحوا معايا شوية علشان الحتة اللي جاية دي مهمة جدا. صحصحوا صحصحوا معانا الله يسترها معاكو. سليمان غلط، الجذر التسديسي بتاع 7 يبقى 1.5. صحصحوا سليمان. خليكوا معايا انا. انت مش كنت اتجوزتي؟ اي وطلقت. اتطلقتي؟ اي واتجوزت تاني. وبعدين؟ وبعدين اتطلقت تاني. واتجوزتي تالت؟ لا بقى توب عائلنا والحمد لله. ودلوقتي؟ مضيفة جوية، اتجوزت الطيران، بحبه قوي لانه اكتر زوج ريحني. شوفي بقى. خلي العصمة في ايدك واوعي تسيبيه المرة دي. مش ممكن اسيبه ابدا. قولي بقى، وانت ما اتجوزتش؟ اتجوزت الهندسة المعمارية، لكن قرفاني قوي. بيني وبينك بفكر اتجوز عليها. طول عمرك عينيك يا حلو. أنا مش مصدق عيني. مديحة أشوفها بعد العمر ده كله؟ أنت عارفة آخر مرة شفتك فيها فين؟ كنت وردة صغيرة حلوة صغننة بضفرتين شايلة الكتب ورايحة المدرسة زي العسكري اللي شايل سلاح ورايح الميدان. وأنت ما كنتش تبطل تعاكسني. وأنت ما كنتش بتعبريني خالص. بالعكس أنا كنت معجبة بيك جدا. طب ليه ما كنتش حتى بتقدري تكلميني؟ كان نفسي، لكن ما كنتش أقدر أعمل أي حاجة نفسي فيها. طب وليه؟ ما أنت عارف التقاليد ولسة المحرمات اللي كانوا كل يوم يسمعوها لي في البيت. ياما حاولت كتير أفهمك إني معجب بيكي ونفسي اتجوزك. طب وايه اللي منعك؟ كنت لسه طالب في سنه ثالثه، مش معقول هروح اقول لبابا انا عايز اتجوز؟ كان على طول هيقول لي ابني انت لاقي تصرف على روحك يا ولد. تعرف انا كنت حاسه بكده. عارفه يوم ما اتجوزتي؟ كان أسود يوم شفته في حياتي. يا ريتني ما اتجوزت.
طب وعشتوا مع بعض قد ايه؟ فرضوه عليا سنة وشهرين. وسبب الطلاق؟ فرق السن كبير. طب والتاني؟ التاني أنا اللي اخترته. طب وسبتوا بعض ليه؟ في ناس كتير بتتغير بعد الجواز، العشرة بتبينهم على حقيقتهم. طب ايه كان موقف والدك لما سبت اسكندرية وعشت لوحدك هنا في القاهرة؟ أشع إني اتجوزت وسافرت بعيد مع جوزي عشان يرضي العيلة والتقاليد. يا ترى مبسوطة كده؟ عايشة نفس الحرية والانطلاق اللي انت عايش فيهم. كل الفرق اللي بيننا ان اسمي مديحة وانت اسمك حسن. انا كده تبقي شقية قوي. ليه انت شقي؟ يوه جدا. الله صوت الناي حلو قوي. الليلة دي كلها حلوة زي عينيكي. الو. لا يا فندم لسه ما وصلش، لسه ما اتصلش، رسومات لسه ما خلصتش. حاضر، اول ما يجي هبعته لسيادتك. حاضر. اين انت يا حسن؟ قهوه قهوه وسجاير. انت يظهر عليك مكاتب، لازم ما نبتيش كويس. فعلا. طب ما بلاش رحلاتي. لا مش تعبانه للدرجاتي مديحة. أنا لغاية دلوقتي ما سمعتش ردك في الموضوع اللي كنت كلمتك فيه. يا كابتن مراد، أنت عارف أنا قد إيه بعزك، بس أنا خلاص ما بقتش أفكر في الجواز. عن إذنك. صباح الخير. صباح النور. اسمعي، أنا عايزك تنسي اللي فات ونبتدي مع بعض حياة جديدة. يا مراد، أنا هظلمك معاي. أنت ليه بتقولي كده؟ انت عارف الظروف القاسية اللي انا مريت بيها، مش ممكن احقق لك السعادة اللي انت عايزها. لكن انا متأكد هنكون سعداء مع بعض. بيتهيألك. انا خلاص اتعقدت من الجواز. يا ست، الرجالة كلها مش زي بعض. وانت اي بنت في الدنيا تتمناك. لكن انا عايزك انت. قلتي ايه؟ صدقني مش عارفة اقول لك ايه. على كل حال فكري على مهلك، وانا هكون دايما في انتظارك. والله يا عيال، الطيار والمضيفة بيرغوا مع بعض وفضل على ميعاد الطيارة ساعة. ابو حصلوني على الطيارة. طيب. الحب وحش. كان بيقول لك ايه؟ بيكلمني في الموضوع اللي انت عارفاه. وانت قلت له ايه؟ ما قلتش. والنبي توافق يا مديح، خلينا نكتب كتابنا مع بعض في يوم واحد. يا رب. يا رب. انت عارفة رأيي كويس، انا مش ممكن اضحي بشغلي عشان اي راجل. ومين قال لك يا عبيطة انك هتضحي؟ كل الحكايه انك هتسيبي الجو تشتغلي على الارض. لكن انا بحب الجو. يلا لحسن تاخرنا. شرب ولا انا اللي بعمله؟ بقى على التفل 3 ايام في الميه السخنه، ترمي التفل وتاخد الميه السخنه تسبغها. مفيش ست في الدنيا تعمل كده. عايز اقول لك حاجه بصراحه، اوعى تفكر في الجواز. انا ما كنتش عارف ان الجواز عذاب بالشكل ده. يا سيدي ولا عذاب ولا حاجه، انت اللي مدوخ روحك. عامل كده زي المراهقين. سليمان. ايوه. قول لي بصراحه كده، انت بتكره مراتك؟ طبعا لا. بتحبها يعني؟ موت. امال بتخونها ليه؟ لاني مش لاقيه. الصبح في المدرسه، الظهر في المطبخ، بعد الظهر قلبالي البيت مدرسه. بنت طالعه وبنت نازله، بس بنات ايه يا حسن؟ صواريخ يا ابني. لا انا عارف صواريخك. طب ما تخليها تبطل حكايه الدروس اللي في البيت دي. طب والقسط؟ قسط الثلاجه، قسط التلفزيون، قسط العربيه، قسط الترزي. البتاع دي بتاع الترزي يا حسن، مش راضي يضايقها لي لما اديله القسط الاخير، وانا محرج قوي. خلاص يبقى تستحمل وتقعد ساكت. استحملت كتير قوي. حلوة قوي السوبيا بتاعتك دي.
انا زودت السكر فيها شويه. استحمل لحد امتى؟ لحد ما ترشق. سوبيا دي ملوخيه يا حسن. لكن قول لي ايه اللي خلاك تفكر في الجواز كده مره واحده؟ حسن ابو علي اوعى تكون طبيت. بلاش دوشه وروح راح لمراتك. زحلقني يا حسن. مين جاي؟ والنبي بصراحه جو جديد. سليمان ولا جو جديد ولا جو قديم، تعبان سيبني لوحدي. الو مش هنا واحده مش هنا. طيب خلاص. الو ايوه مين؟ فيفي. اهلا يا فيفي ازيك؟ حسن حسن مش هنا مش هنا خرج مش هنا كذاب. لا انا ما قول لها يا سيد انت مسافر مش هنا. لا هو نزل تحت يجيب سجارتين سجارتين كبار سوبر سوبر. تعالي خد سجارة. طب هو زمانه جاي. الوم تعال. تعالي تعالي وبعدين هو هيجي على طول. انا سليمان طبعا سليمان العجيب اللي بيدن الهوا دوك. تضحك اسمع. تعالي ها باي باي. اقدر افهم ايه اللي انت هببته وعملته دلوقتي؟ ها ايه حسن شيء طبيعي شيء طبيعي. انت مش عاوز فيفي انا موجود. لا يا شيخ خلاص بيتي بقى مش عايز فيفي انا عايز فيفي عليا ثانيه فتحيه. ايه فوضى. انت زعلان ليه؟ ما قلتش انا الكلام ده لما لطشت مني مديحه ليه؟ سليمان ألف مرة قلت لك ما تجيبش سيرة مديحة على لسانك، في فرق كبير بين مديحة وبين فيفي وسيسي وكل الستات دول، من فضلك ما تجيبش سيرتها على لسانك. ما تزعلش ما تزعلش، أنا كل اللي طالبه إن سيادتك تنزل ساعتين، أنا مش عاوز غير ساعتين، الله يخليك. سليمان أنا تعبان وداخل أنام في أوضتي، في بيتي. أول ما الست فيفي تيجي حضرتك هتاخدها من إيدها من على الباب وبره. أي حتة توديها بره على حسابي، مش هنا. أنا مش هنا مش هنا انا مفهوم مفهوم. تصبح على خير. انا مش هنا هو مش هنا لكن انا هنا وفيفي هتبقى هنا. يعني اتنين هنا وواحد مش هنا. مين الحمار فينا؟ مديحه كابتن مراد عايز يشرب شاي. طب ما تدهوله انت يا رباب. لا هو عايز يشربه من ايدك انت. هاتي. مالك يا مديحة؟ أبدا ولا حاجة. زعلانة إنك مش هتباتي الليلة في القاهرة؟ بالعكس لندن لطيفة. أي مكان في العالم بيبقى لطيف خصوصا لما يكون الواحد معاه اللي بيحبه.
ثانك يو. اهو يا ستي خط القاهرة عطلع، قالوا لي أول ما هيفتح اديهولي على طول. نفسي أعرف عجبك إيه في حسن بتاعك ده؟ والله ما أعرفش يا رباب، حاسة إني مرتاحة له. طب وهو؟ ما أعرفش. وبعدين معاكي بقى مديحة، مراد بيحبك وفي إيدك دلوقتي، وبكرة محدش عارف هيحصل إيه. مراد بعتبره أخويا، إنسان طيب وابن حلال، لكن لكن إيه؟ يعني اللي اسمه حسن ده مش ناوي يتجوزك؟ يتجوزني؟ انت عارفه رايي في الجواز كويس. امال عايز منك ايه؟ طب وانا عايزه منه ايه؟ هنتفلسف بقى. ها الو كايرو، ثانك يو فيري ماتش. يا رب قوي. الو، ممكن اشوفك الليله؟ مين؟ مراد؟ لا معلش مش هقدر انزل، تعبانه النهارده. باي باي، مع السلامه. الو، لا يا فندم لسه ما وصلش، لسه ما اتصلش. رسومات لسه ما خلصتش. حاضر، اول ما يجي هبعته لسيادتك. بقول لك ايه يا رباب، مش هقدر اجي معاكي البيت، هفوت على الكوفير الاول وبعدين هكلمك في التليفون. يعني ناويه تتاخري؟ يعني يا اخواتي البنت دي ناويه تطير لي برج من نافوخي. سلامة يا مديحة. أعرفكم بعض، طنط خالتي بهانة، عايشة في طنط على طول، أصلا مخلفة 15 عيل، تعبينها جدا، وكانت جاية مصر تزورني وتكشف على عينيها، أصلها مسكينة ما بتشوفش خالص. أنا عملت اللي عليا يا حسن، ما تنسيش الأربعين بتاع عمك الخميس الجاي. لا طبعا يا طنط طبعا. أرجوك ما تتأخرش. لا إزاي، ما أقدرش. مستنيينك في السوان. حاضر طبعا. فوتك بعافية يا ابن بنت عمتي. اتفضلي يا طنط عشان حضرتك تلحق الديزل، اتفضلي. ويا ريت الحلوة تيجي معاك عشان تعزينا. ان شاء الله ان شاء الله يا طنط. سلمي لي على عمي وخالتي وكل اللي هسلم على كل العيلة. مع السلامة، مع السلامة يا طنط. الله يسلمك. دي طنط ما بتشوفش خالص بعينيها، مسكينة مسكينة. الحمد لله على السلامة. مديحة، ايه مالك انت بخصماني؟ طب فين الابتسامة الحلوة وريها لي؟ انت لازم زعلانة عشان طنط دي، بقايا ماضي بحاول اصفيه. مديحة وحياة عينيكي، أنا من ساعة ما شفتك وأنا بحاول أبتدي صفحة جديدة في كل حاجة في حياتي. طب وحياة مديحة خلاص؟ مديحة، أنتِ بس، أنتِ بس من دون كل الستات اللي في العالم. مش عارف ليه بحبك. أنا مجرم وقليل الأدب واستاهل الذبح والشنق، ومش هقابل ولا خالة من خالاتي بعد النهاردة. ردوا علينا بقى، عبرونا. مديحة، يلا بينا. فين؟ مش مهم فين. ساكتة ليه؟ عشان بتوحشني. وعشان بوحشك ما تتكلميش؟ بملى عينيا منك قد ما بقدر. نفسي صورتك تفضل معايا طول رحلتي الجايه. ده انت بتقولي شعر.
مش عايز اسيبك. ولا انا دايما كده، اللحظات الحلوه بتمر بسرعه. مش قادر اتصور ازاي مش هشوفك لغايه الصبح. انا خايفه، خايفه قوي من الصبح. ليه يا حبيبتي؟ عشان هقوم من النوم مش هلاقيك جنبي. انت في قلبي مش جنبي. هشوفك بكره امتى؟ قصدك تقول النهارده؟ ده احنا بقينا الساعه 4 الصبح. والله الله مالك يا رباه؟ اصل منى ماتت. منى مين؟ بطلت ابتسم. والنبي انت عبيطه، تقومي تعيطي بالشكل ده؟ اصلها ماتت قبل ما تتجوزوا. لا سيبك انت، في لازم حد مزعله. قولي لي مين مزعله؟ ابدا والله، ده حتى عندي خبر ليكي هيفرحك قوي. خبر ايه يا ترى؟ تسمحي تقرصيه من ركبتي حالا؟ اقرصك من ركبتك؟ اه بسيطه. اي 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 ايه؟ قولي لي والنبي ايه الخبر؟ قولي قولي ايه الخبر بقى؟ يا بنت انت ايوه، اصل دكتور سمير رجع من لندن، هو اول ما جه راح لبابا البلد يقابله. ومين يا اختي يطلع الدكتور سمير؟ يبقى ابن عمي وهنتجوز. بجد يا رباب؟ الف مبروك. عقبالك انت وحسن. ميرسي يا رباب. قولي لي هما فين دلوقتي؟ سمير قاعد في اوتيل عمر الخيام، وبابا نايم بره في الصاله على الكنبه. ايه؟ عايزه تقولي باباكي نايم بره على الكنبه؟ اه الحمد لله انه ما شافنيش وانا راجعه الساعه 4 الصبح. الحمد لله. ايه حسن على التليفون، ابوكي هرد عليه. نعمل لك كوبيا. الو 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 الو، زعق شوي. الو الو، ايوه قفشتك اهو. الو الو الو، السلخاني؟ نعم. وين اخويا؟ سلخانة؟ سلخانة مين يا عجل؟ نعم. حلوة، أقولها كمان مرة؟ بقول لك إيه؟ هات والدك يبقى اطلبنا كل يوم في المعدة عشان نقوم نصلي الفجر. مع السلامة بقى. سك السك، سك يالا، سك! سلخانة. يا ابويا نايم برا. انت هتسكتي ولا اندهولك؟ لا يا شيخ. يا رباب روحي شوفي لك حاجه غيري. يا اظن هتقولي لي قوم اعمل لك شاي. لا اعملي لي فنجان قهوه. ما تنسيش معايا السيجاره. هم الو السلخانه. اه يا ستي انا السلخانه. اي خدمه. لو ما كنتش كلمتني كنت هكلمك انا. ما بقتش اقدر استغنى عنك ابدا يا مديحه. ولا انا يا حسن. نفسي كده اقعد جنبك على طول. للصبح. للصبح، لليل، طول العمر. بحبك. بحبك قوي يا حسن. يرزقك بابن الحلال اللي رايح قلبك يا مديحه يا بنتي. والله يا بابا هم كتير، بس هي اللي تقول اه. طب ما تقول اه، يعني انت وراك ما تقولي اه، تقوليش انا. ما هو يا عمي لازم احب الانسان اللي اتجوزه قبل ما اقول اه. تحبي؟ حب ايه يا ام حب؟ الحب المظبوط قوي يعني المظبوط
في اللي بيجي بعد الجواز. معنى كده يا رباب انك مش هتقدري تدرسي شخصيه الدكتور سمير في فتره الخطوبه؟ خطوبه مين يا بنتي؟ هو ابن عمي وانا بنت عمه، وبعدين الحب زي ما بابا بيقول بيكبر ويترستق بعد الجواز. ايوه ثم يا بنتي، واحنا عندنا وقت؟ ده احنا هنتجوز الشهر الجاي. اتفضلوا. يا اهلا يا اهلا، البيت بيتكم براحتكم. ما شاء الله ما شاء الله، صحة. تحبوا تقعدوا قعدة شرقي ولا قعدة غربي ولا قعدة هندي؟ في قعدة هندي. اتفضل اتفضل، ليلتكم فل ان شاء الله. بقول ايه؟ ايوه تعال، عايزك معايا في قعدة صيني. انا تحت امرك. ايه دول؟ ما تحيفك، شفت الاجواء؟ بوسي ولوسي. على فكرة انت بوسي وانا لوسي. اشمعنى يعني؟ لوسي حلوة وعجباني. اخص على ذوقك، طول عمرك كده رمرام وذوقك بلدي ويقرف. الله يكرمك. شوف يا سيدي، حضرتك دلوقتي حالا تاخد الست بوسي والست لوسي بتوعك دول. الاثنين الاثنين. الله يخليك. انت حبيبي. تاخدهم وتمشي من هنا حالا. بتزحلقني؟ اه برضه بتزحلقني. اه في بيرة في التلاجة ولا انزل اجيب؟ تعالى هنا. انت ما سمعتش انا بقول لك ايه؟ يا جدع بلاش هزار. انا ما بهزرش يا سليمان، انا بتكلم جد. عارف لو ما خدتش البتوعتين اللي هناك دول دلوقتي حالا ونزلت، انا اللي هطردهم بقى. يا جدع انت جبرالك اللي وطي صوتك. اهو كده، لازم تفهم ان من هنا ورايح بيتي ده زي الجامع. عارف يعني ايه زي الجامع؟ سكران يا حسن. انا زهقت يا سليمان، قررت ان انا اغير حياتي. سليمان ارجوك ما تخلينيش احرجك قدامهم واتصرف تصرفات تضايق. ايه الكلام ده يا ابو علي؟ سليمان انا زهقت، زهقت ومليت واتضايقت، مش عارف ارتاح في بيتي يا اخي. ساعات بعرف انام على سريري. ارجوك تفهمني، ارجوك تفهم انا عايز اقول لك ايه. طب انا اللي بوسخ لك البيت يا حسن. لا يا سليمان مش قصدي، بس انا خلاص بطلت الميغه دي. يا فندم لسه ما وصلش، ما اتصلش، ما حصلش، الرسومات لسه ما وصلتش. الو. ايوه يا فندم ما وصلش. دي حاجه تجنن. خش بلغة فين؟ خش طهية، خش. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايدك وخدها يا فندم، ايدك وخدها. كيفان 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 كيفان. عمال يجعر جوه دي حوشة جالة. ده بيغني يا بابا. غني ده اكيد حد ساكو علقه وجاي يتظلم. ايه ما تتحرك يا واحد، دوت تطلب الاسعاف ولا بتعرفش. خش بقى ايدك وخدها. ايدك حاجزين؟ حاجزين ده احنا محضرين، احنا جايين نتعشى. خش يا ابني، خش يا ابني. لازم يكون في حجز. حجز ده ايه؟ مش دي مديحه اللي هناك دي؟ مديحه ريحة. مين الجدع الغريب اللي معاها ده؟ ده اخوه. اخوه والتابي اللي اول مرة اعرف ليها اخ. خلاص يا عم يا معلم، عارف عندكم هنا. خد 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 حفك، بر روحك، خد بلا فلق. دخلت ده بقى عميل شرطة. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بالحب. ازيك يا عم؟ ازيك يا رباب؟ أهلا مديح. الدكتور سمير خطيبي. أهلا أهلا. تفضل. الأستاذ حسن. مين؟ أخو مديح. تعالى بالحب. أخو مديحة؟ أي أنا أخو مديحة. مديحة أيوة يا أخو بقى. أهلا وسهلا. وسكت على روحك يا رب. لا ما هو أخوك لازم، وكتاب اللي أول مرة أعرف ليك يا أخ. حضرتك ما بنشوفكش ليه؟ أصل هو في الحقيقة يا عمي دايما مسافر. مسافر؟ وحضرتك بشغل إيه؟ سواق طيارة؟ مضيف في سلك الدبلوماسي. مضيف في السلك الدبلوماسي يا عم. سلك؟ وفي مضيفين في السلك؟ هو الدبلوماسية أصلها إيه غير ضيافة ولياقة وحاجات من دي كتير يعني.
وانا اللي كان يعني زرعنا احنا في المطحن الزايد ده. والفرح امتى ان شاء الله يا دكتور سمير؟ الخميس الجاي باذن الله. مبروك. الخميس اللي جاي ده على طول طبعا. اظن هتيجي بقى اسم مديحه انت. اصل الفرح هيكون عندنا في البلد ان شاء الله. وانت يا اخو مديحه اظن ان ضروري كل مدة انك تيجي انت ان شاء الله. ضروري يا استاذ حسن ان شاء الله. ضروري ان شاء الله. اظن انت اول مره بقى تحضر فرح من ده. شعب يعني شعب. اول مره يعني. ودي تيجي لازم تجيبيها يا استماليح. حاضر يا عم. ان شاء الله يا عم. تاني حفرجك فرجه يا ابني. بقول لك ايه رايك لو مسكتك وبستك دلوقتي قدام عمك وقدام كل الناس اللي موجوده هنا؟ يا نهارك ابيض. لكن عمي موتها. يا ودي يا ودي يا ودي يا ودي.
من عندي ليه؟ حضرتك كده يا سماريحة؟ أخوك بعت تجيب نفر من لاكاندا عشان ياخد الشقة بتاعته؟ وماله يا عم؟ ماله إيه؟ الله، أنت مش هتحضر الفرح الليلة؟ أه طبعًا يا عم. ولما طبعًا الحركات دي بقى كده أنت بقى، الله. شوف اسمع، ما اطرح أختك مدام حتى معاه. أصل يا عم. شوف ما بحبش الحركات دي، لا شوف اسمع يا كلمة. أي مش هديكوا حتة تلموا فيها. هو شوف يا كلمة. اللي تشوفه يا عم. عمري ما زعلت على الايام اللي فاتت قد اليومين دول. الايام الجايه هتكون احسن. حسن يا ترى هتعمل ايه وانا مسافره؟ هفكر فيك. يعني هتحكي لي على كل حاجه عملتها؟ تعلن لشركه مصر للطيران عن قيام من اول مصر غادي منها على السادة المسافرين التوجه للطائرة. أول مرة بحس إني متضايقة من الطيارة اللي هتاخدني منك. المرة الجاية هعمل حسابي إني أكون معاكي. يا ريت يا حسن، مش عايزة أبعد عنك أبدا. وأنا مش هسيبك تبعد عني أبدا. يعني بتحبني؟ بعبدك. هتبقى تستناني في المطار؟ في البيت؟ لا، ده انا بقى اللي هستناك في البيت. تعلن شركة مصر للطيران عن قيام طائرتها المتجهة الى لندن وعلى سادة المسافرين التوجه للطائرة. نفسي افضل قاعده معاك على طول، لكن لازم اسافر. هقول للكابتن واحنا راجعين يدوس بنزين على الاخر. باي باي. باي. Thank you.
مساء الخير. اهلا. انت فين يا اس حسن؟ ده المدير قلب عليك الشركه، مختفي فين بقى لك كام يوم؟ عايش، ما زلت عايش تحت سماء القاهره. ده اسم فيلم ده. حضرتك المهندس حسن فخري؟ هو فين؟ اي خدمه؟ ميرسي، اصلي كنت بدور عليك. علي؟ انا سحر منصور. اهلا وسهلا. في اداره التحقيقات. اهلا وسهلا. اهلا. هو انا يعني مهم للدرجه دي عشان حضرتك تدوري عليا انا؟ طبعا ده انت مهم جدا، بدليل الدوسيه بتاعك اللي عندي مليان قوي. دوسيه بتاعي انا؟ دوسيه يخلي حضرتك مهندس من منازلهم. استاذ حسن، الحقيقه انا مش عارفه احقق معاك في ايه ولا في ايه. خليك حنينه معاه شويه. قدر لي القهوه والفطار وجاي حالا. الحقيقه انا ما انا هوفر على سيادتك جهد التحقيق معايا، لان انا معترف بكل اللي فيه. معنى كده انك هتفصل من الشركه؟ والله يا هانم، ظروف، ظروف اللي اضطرتني اعمل كده. استاذ حسن، الانسان لازم ينتصر على ظروفه. انا معترف اني غلطت. على كل حال مش عيب الانسان يغلط، المهم انه يعترف بغلطه. اوعد حضرتك ان انا هحاول. واوعدك اني احاول اساعدك قد ما اقدر. متشكرة. العفو. لهوي على الشركة وتحقيقات الشركة. الشاي يا كابتن مراد. متشكر. سيدي ده بقى دي التلاجة الواحد لما كان يفتحها ما يلاقيش غير ازايز ميه فاضيه وساعة. مديحة يا سيدي، كل سفرية تسافرها ترجع لي مبضعة. والله العظيم البت دي للتحرير ولقطة من السما. ادعيلي يا سيدي ادعيلي. ايوه ادعيلي يا سيدي ادعيلي. ها ما عندكش فكرة، كل بدلات سفرها صرفها على حاجات بالشكل ده. شفت؟ شفت يا سليمان؟ شفت الشقة؟ شفت بقت نظيفة زي الفل ازاي؟ هي بتنظف لك الشقة كمان؟ صار انه بايديها كل حاجة، غسيل، مكوى، طبيخ، مش مخليني عايز حاجة خالص. حظوظ يا سيدي حظوظ. ايوه يا استاذ. نقوا انتوا، نقوا نقوا يا ابو نقوا حظوظ. انا عارفك. هنق على ايه؟ والله العظيم انا مبسوط لك. ايه بس هتجنن، مستعجب لحاجة هتجنني. ليه؟ انا مثلا واحد زي انا شيك، منظر، جو شنب ومهزم نفسه، جو جميل قوي. مش فاهم ليه سابتني انا وراحت لك انت؟ يمكن عشان انا متجوز؟ ما انتش قادر تفهم اطلاقا. سليمان مديحه مش من اياهم. مديحه بنت متحرره ومتفتحه صحيح، لكن بنت عندها مبادئ قوي. عايز الحق يا ابو علي. البنت مديحة دي بتحلال وبتحبك حقيقي، بس عايز انصحك نصيحة. اوعى تخش القفص يا حسن، تتدب ازاي؟ حكا ما انا عارف بنات حوا دول، تقولك العش السعيد والرباط المقدس واحلامنا الجديدة. والله العظيم تلاقي نفسك مربوط رابطة ما تتفكش منها ولا بالطبل البلدي. اشرب. لا انت عندك حق، قطعا عندك حق. انت يا ابني اذا كان عليك مش عايز نتجوز ابدا، عشان الشقة تفضل فاضية لك كده وتبرطع فيها على كيفك. صباح الخير يا قمر. يا قشطه يا غبة انت. بس بقى ايه ده؟ ايه ده كله؟ انا ما بفطرش الصبح. لا ما هو تعمل حسابك، ما فيش خروج من هنا من غير ما تفطر بعد كده.
حاضر امرك. مفيش قولي بلاش لبن عشان خاطري. شوف بقى الشاي السادة مش كويس عشان صحتك، لازم تشرب لبن. حاضر، الشاي السادة مش كويس عشان صحتي، لازم تشرب لبن. زودي بقى كم معلقه سكر كده عشان خاطري. طب الاول كنت بتحتاج للسكر عشان بتشرب الشاي من غير لبن. لكن دلوقتي في لبن، خد بقى دوق كده. دلوقتي انا مش محتاج بس السكر دول خالص. كفايه عليا السكر ده. يا سلام عليك يا حسن، دوق القبل. ادوق ده؟ ايه رايك بقى؟ هقول لك. مش احلى باللبن؟ نشوف كده. يلا ده احلى. طب يلا تعالى تعالى هنا اقعد الاول افطر. عملت لك البيض اللي انت بتحبه. وادي زيتون اهو مربى. تخنيني انت كده، تخنيني. دوق. وانت فيك حاجه؟ اقعد بقى. ما قلتليش ايه بقى المفاجاه اللي انت محضرها لي. شوف بقى يا سيدي، انا عندي الاسبوع الجاي اجازه، وانا نفسي اسافر قوي معاك اوروبا، علشان كده حجزت لك تذكره سفر. تذكره لاوروبا؟ طب الواحد يروح فين ولا فين في اوروبا؟ اي حته تعجبك. اي حته تعجبني. تيجي نروح روما؟ يا ريت. روما؟ انت عارفه بقى الجماعه الطليان دول حبيبه على الاخر. عارفه في روما بقى بيحبوا ازاي؟ ازاي يا حسن؟ تعالي كده. روما بقى، روما. تيامو تيامو تي فوليو بيني تي فوليو بيني صوفيا لور. ليه ما قلتليش يا مديحه ان في واحد في حياتي؟ وعرفت منين؟ هو المسألة عايزة ذكاء، يعني هتكون التذكرة اللي طلبتيها من الشركة البنية. على العموم أتمنى لك السعادة دايما يا مديحة، عن إذنك. ناوي تغيب كتير يا أبو علي؟ لا والله مش كتير، بالكتير أسبوع 10 أيام كده، الفلوس اللي معايا ما تكفيش أكتر من كده. طب والشغل؟ بالعافية المدير اداني إجازة. تعرف ليه؟ ليه؟ قلت له خال والدتي توفى في سويسرا ورايح استلم الميراث، فصدقني طبعا. طبعا لما قلت له كده وافق على الاجازه على طول. اوافق. عارف ليه؟ ليه؟ راح مديني حته لسه قد كده طلبات المدام، ايه شربات كولونيات حاجات. طب انا عندي فكره نيره. نيره؟ تسيب لي مفتاح الشقه؟ عشان ابعد لوحدي افتكرك يا حسن. ثانيا طبعا الشقه محتاجه لتنظيف وكنس ومسح، انا اعملها كل ده ترجع تليها زي الفل. انت اللي هتنضفها؟ اه والله. نضفها ولا تخليها زريبه زي عوايدك؟ فشر، انا اليومين دول اتلميت على واحده هنديه تخبل. انت؟ اسمها سنجام. لا والله سنجام. تمسح وتكنس وتطبخ. تمسح وتكنس وتطبخ؟ كله طبعا هنديه. بعينين يا هيا حمامني يا علي حبيك يا لم لم شام 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 شام. مع السلامة. انت بقى ايه؟ مع السلامة. انا مستنيك في المطار. ها الا انت جيت يا حياتي. 126. تعالي يا روحي تعالي. يا
لبوسط الوداع يا روح. ليه ناوي تسافر وتسيبني؟ انا اقدر. هيحبسونا يا روح. كده هو مره واحده؟ اه. وهيحبسونا فين بقى ان شاء الله؟ في اوضه الفران؟ لا. انا في ابو زعبل وانت في القناطر بتاعت هنا. في ايه يا حسن بجد؟ تعرفي تقري ارقام؟ ارقام كبيره بالفرنجي. يعني؟ ارقام كبيره قوي. اتفضلي كده متاعي عينيكي. ايه ده؟ دي الفاتوره بتاعتنا يا روحي. ازاي كده؟ مش حسبوا علينا الاكل اللي احنا ما دقناهوش طول الاسبوع؟ طب وده معقول؟ اللوكاندا هنا نظامها كده، كلتي ما كلتيش محسوب علينا الاكل. يا نهار ابيض يا حسن، مش معقول كده. طب وهنجيب منين فلوس عشان ندفع ده كله يا حسن؟ طلعي بقى كل الفكه اللي في جيبك. فكه؟ طب والفكه هتنفع في ايه؟ يبقوا هيحبسونا يا روح. بقول لك ايه يا حسن، ولا يهمك، مفيش غير اني اروح لحد من زمايلي من طقم الطياره استلف منهم فلوس واجي. روح يا حبيبتي، وانا هفضل هنا رهن انا والشنط لحد ما تيجي. يا خساره، قال ايه عايزين نوفر. يا خساره الاكل اللي ما دقناهوش يا مديحه. ويا خسارتك انت يا حياتي في انهم يحبسوك ويرهنوك. لسه ما وصلش، لسه ما اتصلش، لسه ما جاش، الرسومات لسه ما خلصتش. لسه ما وصلش، لسه ما اتصلش، لسه ما جاش، الرسومات لسه ما خلصتش، لسه ما مين؟ حسن؟ أين أنت يا حسن والمدير بيدور عليك؟ يا راجل ده أنت لك تلغراف عندي بقى له سنة. سنة؟ أهو. احضر حالا. أختك سهام. وحشاني. اخص عليك يا حسن، كل المدة دي محدش يشوفك يا ابني. يعني ما تجيش الا بتلغراف عشان نطمن عليك يا ابني. تعال اقعد يا حسن، اقعد يا حبيبي. طيب نقعد. اما وحشني بشكل. وحشاني ست الكل، انت وحشاني. انت اللي وحشني يا حبيبي. ايه خير؟ ايه الموضوع؟ شغلتوني باحضر فورا تعالى حالا. ايه الموضوع خير؟ خير، ما دام شفناك يبقى كل خير يا حبيبي. ازيك يا سهام؟ ايه حلمي ما جاش معاكي ليه؟ اصله تعبان شويه. بأسمع يا حسن، صحيح الدكتور حلمي ده صاحبك وحبيبك قبل ما يكون جوز سهام، لكن يا ابني ده المكد عشتها ليل ونهار. سعاد مش فاهم. حلمي؟ مش هو ده حلمي اللي حبيته واتجوزته؟ كلمه انت يا حسن، يمكن تقدر تفهم منه اكتر. انا شخصيا غلبت معاه، بس انا مش عايز سهام تسيب بيت جوزها وهي لسه عروسه. انت عارف كلام الناس. احنا عيلة يا ابني، عمرنا ما عرفنا ايه هو الطلاق. حسن يا حسن، حسن يا حسن. ازيك يا مديحة؟ الحمد لله. وحشاني وحياة ربنا وحشاني. بطل بكش بقى، لو انا وحشاك بحقيقي على الاقل كنت تسال علي. دايما بسال عليك. حسن ما بيقولكيش ولا ايه؟ لا. هو فين حسن؟ وعلي؟ حسن؟ حسن؟
حسن فين؟ والله ما انا عارف، ده انا اللي جاي اسالك هو فين. ساليني انا؟ ده بقى زي الزيبق، يتشاف وما يتمسكش. انت مزوغه من شغلك ليه؟ انا مزوغه؟ لا يا استاذ، انا عندي راحه النهارده. لكن قول لي انت ايه اللي جابك هنا؟ لازم كان عندك ميعاد. وفرقع. وبعدين؟ ابدا، انا متفرقع كالعاده، وانا راجع لقيت الشبابيك مفتوحه، قلت فرصه اقفش متلبس. قصدك ايه؟ لا ولا حاجه، اصل حسن ده اخويا وحبيبي وزمايل سنين، عايز يفهمني انه عايش على الصراط المستقيم. اسمع بقى، تاني مره ما تحاولش توقع بيني وبينه خالص، خليه كده لطيف وكويس زيه. سنة زيه؟ انا كنت زيه، حسن زيه، ضحك عليا، اهلي ضحكوا عليا، سالوني حاجه صفرة، لقيت نفسي متجوز تاني يوم. اه والله صفرة؟ متجوز جدول الضرب وكليه الهندسه، بقيت حاسس ان انا شبه منحرف. عن اذنك الاقي حاجه صفرة في التلاجه؟ مش معقول ساعتين عشان تجيبيني مكالمه لمصر. ارجوك جربي تاني يا مامازيل، حاجه تفلق. مالك يا ابني؟ ايه اللي شغلك؟ ابدا يا بابا مفيش. وحشتوني، جتني قعدتكم، وحشتني اسكندريه كلها. طب يلا شد حيلك بقى واقعد معانا على طول، على الاقل يا حسن يا ابني لما تتجوز ولادك يونسوني. اسكت يا حسن. اما لقيت لك حته عروسه لقطه بنت سنيه هانم سعاد. يوه، حسن هيختار عروسته بنفسه. أمانة الحمد لله، خلاص لقيتها فعلا. والنبي صحيح. طب مين يا حسن؟ بنت سنية هانم؟ لا. ولا نازك بنت عمك محمود؟ ولا دي ولا. ماما ايه رأي حضرتك في مديحة؟ مديحة؟ مديحة مين؟ مديحة بنت الأستاذ أنيس حافظ اللي كانوا جيراننا زمان في محرم بيه بابا. الراجل اللي في التأمينات أبو شعر أبيض اللي كان بيقعد معاك في القهوة. أيوه. يا مصيبتي، دي متجوزة ومتطلقة مرتين يا ابني. اه مسكينة يا ماما، حظها كان وحش في الجوازتين. واشمعنى اخترت دي بالذات يا ابني؟ أنا عارفة، يعني من قلة بنات الناس. هو يعني مديحة مش بنت ناس يا ماما؟ ما دول جيراننا من زمان وأبوها صاحبك وعارفينهم وعارفيننا. اللي مالها خير في جوازها الاتنين اللي سبقوك، هيبقى لها خير فيك. لا بس أنا بحبها يا ماما، والله بحبها فعلا. معرفش ازاي بابا في الفترة اللي فاتت قدرت كده تملى عليا حياتي. بقى ده اسمه كلام يا حسن؟ بقى لما اجي افرح بيك تتجوز لي واحده متجوزه ومطلقه مرتين؟ يا فضحتي، يا فضحتي قدام الناس، يا فضحتي قدام اهل جوز اختك. سعاد سيبينا لوحدنا شويه من فضلك. حسن يا ابني، انا لما كنت شباب عرفت برضو ستات كتير، انما لما جيت اتجوز اخترت والدتك. من غير ما تشوفها يا بابا؟ من غير ما تحبها؟ الحب يجي بعد الجواز، الجواز الصح. دي تبقى عشرة يا بابا مش حب. العشرة بتدعم الحب وتقويه. اسمع يا ابني، انا مش عاوز اتدخل في حياتك الخاصة، انما كمان مش عايز حريتك تضرنا او تضر اختك. انا من رأيي انك تصرف نظر عن الجوازة دي احسن. ويا ابني انا بلغ انها تقريبا عايشه معاك في البيت. لا لا يا حسن، في فرق كبير بين ست للجواز وست للتسليه. حاسس ان مديحه متغيرت، ايه اللي شاغلها قوي كده؟ انا عارفه، يمكن تكون بتحب. بتحب؟ اما قومي اشوفها مالها. روحي شوفيها مالها. مالك يا مديحه؟ مفيش.
انت مش هتطلعي رحله الخرطوم؟ ما افتكرش، انا همد اجازتي. والاجازات الكتيره دي اخرتها ايه؟ معلش يا رباب، انا اعصابي تعبانه شويه. هو لسه ما طلبش يتجوزك؟ امال هتفضلي ساكته لامتى؟ وعايزاني اعمل ايه يعني؟ اروح اقوله تعالى اتجوزني؟ فهميه باي طريقه. مش يمكن مش قادر يصارح لانه عارف انك مضربه عن الجواز. تفتكري؟ جايز جدا. يا باشمهندس حسن، لما يكون في انسان ناجح جدا في عمله ومحبوب جدا من رؤسائه كل العاملين معاه. كل العاملين يا فندم؟ تقريبا. حتى الشؤون القانونيه؟ دي شؤون القانونيه ملهاش شغلانه غيرك يا باشمهندس. الدوسيه بتاعك ما شاء الله. ما شاء الله. دوسيه متغذي قوي. تاخير اجازات بتقررها سيادتك لروحك، مدتها دايما مفتوحه. اهمال متهيألي بلاش اقول الباقي. تفتكر حضرتك التناقض ده معناه ايه؟ والله يا فندم سيادتك المحققه مش انا. يا باشمهندس، المحقق دايما يهمه يعرف الجذور من الشخص اللي عايش المشكله نفسها. انا يهمني جدا اساعدك، مش قصدي الاحكام. والله يا فندم انا بحب شغلي فعلا. استاذ حسن، واضح جدا ان الارتباك في عملك اساسه لخبطه في حياتك الشخصيه. حضرتك درست علم نفس كمان؟ يا باشمهندس حسن، الشركه محتاجه لخبراتك، ودي مساله في ايدك. لو حليت مشاكلك او خليتنا نساعدك في حلها. يا ريت يا فندم، بس متهيألي صعب ان الانسان فعلا يعرف ايه هي مشكلته. لو واجه روحه بصراحه ممكن يعرفها. وفي انسان في الدنيا بيقدر يواجه روحه بصراحه؟ لما يعرف نفسه كويس، ساعتها رؤيته للامور هتبقى اوضح، ويعرف اذا كان اللي بيعمله صح ولا غلط. طب وامتى الانسان ممكن ينتصر على نفسه؟ لما يبقى اقوى من رغباته. هي دي مشكلتي. هي دي مشكله العالم. استاذ حسن، اظن ما انتش محتاج اقول لك ان الانسان القوي مش هو اللي يقدر يواجه الناس. لا، الانسان القوي هو اللي يقدر يواجه نفسه اولا. وزي ما احنا عارفين الحياه مواقف، وانت لازم تاخد موقف من كل المشاكل اللي بتواجهك. فكر في كل الحاجات اللي ما انتش مرتاح لها في حياتك وخد فيها موقف. ايه مالك يا سعاد قلقانه ليه؟ قلبي واكلني على حسن. يا شيخه، هو ابنك لسه صغير، سيبيه يعتمد على نفسه. انا قلبي حاسس انه في ازمه ومحتاج لنا اكون جنبه، وعمر قلبي ما يكذب عليا ابدا. خليكي انت في مشكله بنتك. وهو انا سهل عليا اشوف بنتي متطلقه وهي لسه عروسه من غير ما يكون لها اي ذنب في الطلاق ده؟ دي حاجه بتاعت ربنا، محدش عارف الخير فين. على كل حال احنا ما غلطناش ومالناش دخل في اللي حصل ده كله. لكن لنا دخل في ازمه حسن، انا قلبي مش مرتاح. طيب خلاص قومي انت نامي دلوقتي، والصباح رباح، بكره اخطف رجلي لغايه مصر ولما ارجع ابقى اطمنك عليه. يلا. يعني عايز تفهمني انك عايز تبعد عن مديحه نهائي؟ مفيش حل غير كده يا سليمان. حل ايه؟ العلاقه اللي بيننا. انت يا ابني خسران حاجه؟ بحبها يا سليمان، بحبها. بحبها مش عايزه تعيش على امل اني هتجوزها. اسمع يا جدعان، انت بتحبها حقيقي ولا بتسرح بيها وبيا؟ عمري ما حبيت حد قدها. الله، انت وقعت يا ابو علي. وعشان كده عايز اسيبها. وتسيبها ليه؟ ما دام بتحبها وبتحبك ما تتجوزها. ما هو ده اللي معذبني يا سليمان، ده اللي محيرني، ده اللي مش قادر اقنع نفسي بيه، اني ممكن اتجوز واحده حبيتها وعرفتها و... مش قادر. ما فيهاش حاجه يا ابو علي، ما دام بتحبها وانت متاكد انها اخلصت لك الاخلاص ده كله. ما هي دي المصيبه، بحبها. بحبها. ليه مش قادر اقنع نفسي ان انا ممكن اتجوزها؟ ليه؟ انا لقيت لك الحل اللي يريحك، تقف لها موقف ندالة زي ما وقفت مع اللي قبلها. مع مديحه؟ مش ممكن يا سليمان، مش ممكن. مديحة ما تستاهلش مني كده أبدا.
شفت انت بتحبها قد ايه يا حسن. الحب هو اللي منعك انك تقف معاها موقف ندالة. ما تترددش يا حسن، اتجوزها، اتجوزها فورا. الحب اللي زي ده ما يجيش في حياة الانسان الا مرة واحدة، صدقني. انا يا حبيبي اخس عليك يا حسن، انت كنت فين؟ لا يا سيدي انا مش قادره استنى، هجيلك دلوقتي حالا. ها تا باي باي وبارع جغه جغه جغه. الله بصي بتجنن يا كوكي. يلا بينا بقى نروح عند بابي ناخد منه بوسه حلوه. يلا بقى يا دادي بوس كوكي. دادي كوكي جاي تاخد منك بوسه يا حسن. الله الله مالك يا حسن؟ لا انت فيك حاجه متغيره. في يا حسن مالك؟ لا تبين عليها حاجه شغلك عني قوي يا حسن. حسن يا حبيبي بتفكر في ايه؟ طب عينك في عيني كده. الله بص يا حسن ليا مالك؟ حتى عينيك يا حبيبي بتقول انك متغير زي قلبي ما بيقول لي بالظبط. في ايه يا حسن؟ حسن قول يا حياتي في ايه؟ قول يا عشان خاطري في ايه؟ حسن قد كده انت متضايق؟ وحياتي عندك لتقول في ايه يا حسن؟ انا خايف يا مديحة. ايه؟ خايف. خايف من ايه؟ في حاجة غلط بينا، في غلط بيني وبينك. أنا مستعدة أعمل أي حاجة في الدنيا ترضيك لأني بحبك يا حسن. وأنا كمان بحبك يا مديحة. لكن لكن إيه؟ مش عايز أحبك أكتر من كده. ليه يا حسن؟ مديحة لازم نفكر بعقلنا أكتر مش بعواطفنا. هنفكر في إيه؟ في حياتنا. أنا عمري ما كنت سعيدة في حياتي إلا بعد ما عرفتك يا حسن. وأنا عمري ما حسيت بالعذاب اللي أنا فيه إلا بعد ما حبيتك يا مديحة. ليه بتقول كده يا حسن؟ لاني بحبك يا مديحه، بحبك. مش فاهمه مديحه. طول ما احنا مع بعض بنغلط في حق نفسنا، بنغلط في نظر كل الناس اللي حوالينا. وانت من امتى بيهمك الناس يا حسن؟ ازاي يا مديحه؟ الناس جزء من حياتنا، انا وانت جزء من الناس. مهما حاولنا ان احنا نهرب، اهلك، اصحابك، شغلك. شغلي مديهاله كل حقه يا حسن، أما حياتي الخاصة فدي بتاعتي أنا، ملكي مش ملك أي حد تاني. عظيم عظيم. والعلاقة اللي بيني وبينك؟ يا سلام، دلوقتي بقت علاقة يا حسن اللي بيني وبينك؟ أيوة اللي بيني وبينك. تسميه إيه يا مديحة؟ الناس تسميه إيه؟ أنت شخصيا تسميه إيه؟ ودلوقتي بس بتفكر نسميه إيه؟ أيوة دلوقتي يا مديحة دلوقتي، عشان دلوقتي أنا متأكد إني بحبك، عشان مش عايز أنا وأنت نبقى مجرد وهم خيال.
دايما في ضلمه، دايما خايفين. طب ومستني ايه عشان اللي بيننا يرضي الناس ويبقى نور يا حسن؟ خايف يا مديحه، خايف. خايف كل اللي بنيناه في ليل ده هو ما يعيش في نور ابدا. ده لو كان اللي بيننا مش حقيقه. مفيش حقيقه يا مديحه، الحقيقه الوحيده هو الواقع اللي بيني وبينك. احنا مين لبعض يا مديحه؟ عمال تلف وتدور، فهمني بالظبط انت عايز توصل ايه يا حسن؟ انا مش عايز حاجه. النهاية الطبيعية لأي اتنين بيحبوا بعض هي الجواز، مش كده؟ عظيم، ده لو كانوا الاتنين دول متفقين على كده، أما لو كان واحد فيهم بيتراجع بيتهرب. لا، أنا ما بتهربش، ما بتراجعش. قوليلي لو أنت مطرحي مفروض أعمل إيه؟ يا سيدي تعمل زي ما كل الناس ما هي بتعمل. عظيم، زي ما كل الناس بتعمل، حسب التقاليد، حسب المجتمع، مفروض إن والدي يروح يقابل والدك، لكن ده لو حصل تفتكري هروح يقول له إيه؟ يقول له بنتك ماشية مع ابني بقالها كذا شهر، يلا يا عم نفرح بيهم، نعمل لهم فرح رسمي. مديحة احنا لازم نبعد عن بعض، نبعد عن بعض ولو لفترة، نراجع نفسنا، نفكر. ساعديني يا مديحة أرجوك ساعديني. أساعدك؟ بعد ده كله عايزني أساعدك؟ أساعدك في إيه يا حسن؟ ساعديني نفكر، ساعديني نتأكد بنفسي إن حبنا ده حب حقيقي، نهايته طبيعية، الجواز مش مجرد تعود، مش جنس. جنس؟ حبنا دلوقتي بقى عندك جنس يا حسن؟ حبنا اجمل ايام حياتي يا مديحه. وايه اللي جراله؟ مش عارف. فهمني يا حسن عايز تقول ايه. مش عارف يا مديحه، مش عارف. انا عايز افكر، عايز اقنع روحي، اقنع روحي بكلام الناس ده انه مش حقيقي، ان في ست للجواز وست للتسليه. ست للتسليه؟ وانا بقيت مين فيهم عندك يا حسن؟ انا بقيت مين يا حسن؟ انا مين يا حسن؟ لا مؤاخذه مش دي شقة استاذ. يا ست هانم، يا ست هانم، أنا أنثى نهار أتيت للدنيا وجدت قرار أعدامي ولم أرى باب محكمتي ولم أرى وجه حكام. ما كنتش فاكر انها صغيره بالشكل ده يا ابني. بس اعتراض حضرتك ما كانش على انها صغيره او كبيره في السن. الاعتراض كان على انها اتطلقت مرتين. بلاش نظلم الناس يا ابني. مين عارف ايه كان السبب؟ مش يمكن مالهاش ذنب في كل اللي حصل ده؟ وتفرق في ايه يا بابا؟ يا حسن يا ابني لو دي ست مش كويسه كانت فضلت متجوزه وعملت في بيتها كل اللي هي عايزه تعمله. غريبه قوي. غريب قوي ان حضرتك بتقول كده دلوقتي. ده ايه اللي حصل يعني؟
ايه اللي خلاك كده فجأة تغير رأيك؟ طلاق اختك يا ابني فت عينينا على حاجات كتير. دلوقتي في ناس كتيرة قوي بتقول انها متطلقة وهي عروسة. حدش عرف ان جوزها لما سافر برا شاف واحدة غنية عجبته فاتجوزها وطلق اختك؟ ربنا يوفقها يا بابا وتلاقي عريس تاني يسعدها. تفتكر؟ تفتكر هتلاقي عريس بسهولة يرضى يتجوز واحدة ست متطلقة؟ وما تلاقيش ليه؟ ليه؟ ايه حصل ايه؟ هي غلطت في حاجة؟ حصل ان كل الناس هتشوف انها غلطانة. هي غلطانة؟ غلطانة في ايه؟ تعرف ليه؟ لهم بيفكروا نفس تفكيرك. لا يا بابا انا عمري ما كنت بفكر كده. المجتمع هو اللي دايما بيفكرني بكده. دايما معيشني في كده. ياما قالوا لي اعرف صاحب، لكن يوم ما حسن يوم ما تفكر انك تتجوز، اتجوز واحدة ما تعرفهاش. اتجوز واحدة عمرك ما شفتها قبل كده. غريبة بابا ان انا صدقت الكلام ده. اقتنعت بيه. مع اني كنت دايما متأكد ان مديحة بنت نظيفة بتحبني بحبها. امال ترددت ليه؟ مش عارف يا بابا مش عارف. انا في دوامة بقالي مدة. ولما رحت لكم اسكندرية كنت محتاج لحد يبقى جنبي. كنت محتاج لك انت يا بابا تقول لي اعمل ايه. لاني كنت خايف من كلام الناس. عمر كلام الناس ما بيريح قلوب. الناس ليها الظاهر، انما اللي يعجبنا ويريحنا احنا اللي بنعمله. صح يا بابا، اللي يعجبنا هو اللي احنا نعمله. وانا دلوقتي لاول مره عارف انا لازم اعمل ايه. مديحه مشيت وسابتني. ممكن دلوقتي اروح ادور على بنت فلان بيه او فلانه هانم واتجوزها لاني ما شفتهاش قبل كده او لاني اول واحد في حياتها. لكن لا يا بابا لا، انا بحب مديحه وعايزها هي يا بابا. روح لها يا ابني. لو كل الستات اللي بيتطلقوا او بيترملوا يفضلوا في البيوت نبقى بالشكل ده بنحكم بالاعدام على ناس كتير مالهمش ذنب. أختك واحدة منهم. عم صالح. افندم. مديحه ما جاتش؟ فوق من ساعه يا فندم. انت متاكد؟ انا مديلها المفتاح بايدي. مديحه افتحها. مديحه انا عايزك. هتبقى تستناني في المطار؟ في البيت. لا. ده انا بقى اللي هستناك في البيت. عمري ما قلت آسف لأي حد في حياتي. أنا آسف يا مديحة. ما عندكيش فكرة قد إيه أنا كاره روحي. أحياناً الواحد كده بيبقى غبي. ما بيبقاش عارف هو عايز إيه من الدنيا. مديحة انت الحاجة الوحيدة الحلوة في حياتي. والله ما في حياتي حاجة حلوة غيرك. والله انا ما بقدرش استغنى عنك ابدا ابدا يا مديحة ابدا.
ممكن تسامحي واحد غبي وقليل الادب ومعرفش يصون النعمه اللي في ايده، لكن بيموت فيك. والله العظيم بموت فيك. ممكن تسامحي واحد يستاهل الشن عشان معرفش من زمان يلاقي كلمه يقولها لك، يقول لك تسمحي وتقبلي انك تكوني حرم ابو علي. ممكن يا مديحة؟ أنا ماليش غيرك، والله العظيم ليا غيرك. قومي يا حلو، قومي اغسلي وشك والبسي حاجة حلوة زي كده. مفيش دموع في حياتك أبدا أبدا بعد النهاردة. أنا ما استاهلش دموعك دي. يلا حبيبتي يلا قومي. أنا عريس مستعجل. عارف عريس مستعجل يعني إيه؟ ده أنا هعمل لك حتة فرح، فرح قد الدنيا دي كلها. فين؟ في لبنان. هجيب لك 1000 ولد وبنت من بعلبك لبيروت، حرى الشرف، كلهم واقفين يقول لك يا هيا يا هيا يا هيا. وشهر العسل هعمله انا وانت في جزيره، جزيره لوحدينا، لا فيها طيران ولا شركه ولا اي حاجه. انا اقدر اعيش من غيرك، انت مجنونه مجنونه. تفتكر اسيب؟ انا اقدر اسيبك. يلا حبيبتي يلا يلا حبيبي، قومي قومي البسي يلا يلا، مش عايزه اضيع ولا دقيقه من غيرك. مديحه مديحه، مالك يا مديحه؟ واحد دايخ وعندي هبوط يا حسن، الحقني. اه هجيب لك كرامين حالا. اسعاف، من فضلك 2 كامل محمد زمالك شقة 5. ليه يا مديحة؟ ليه؟ ليه؟ ليه عملت كده؟ ليه؟ حسن أنا عايش. حسن طبعا حبيبتي طبعا طبعا. حسن خدني في حضنك، خلوني يا ابني. تعالي حبيبتي تعالي تعالي، ماليش غيرك والله ماليا غيرك. تحفر وجداني ماء طاهرة أمضي لسماء تفهم أحزاني. أدعوك هناك أدعوك هناك، أتتبعني لأعيد زمانك وزماني؟ إني لهواك مصلية فوداع وداعا وداعا أعذب ألحاني.